وإذا الضر زال حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، يا طب القلوب ودواءها، ويا عافية الأبدان وشفاءها، ويا نور الأبصار وضياءها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير في هذه الجلسة القرآنية المباركة. وبداية فإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخي الفاضل فضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان والعاملين بقناة الرحمة الفضائية، نقدم خالص التعازي لذوي الفقير، ونسأل الله جل في علاه أن يتغمده بوافر رحمته وأن يسكنه جنات النعيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وأدخله الجنة برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. ويشرفني أن يكون معنا في هذه السهرة الطيبة المباركة علم كبير من أعلام التلاوة، عبقري القراءة، حسن الصوت، متقن الأداء، صاحب المدرسة المتميزة في القراءة، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق، القارئ بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي. نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقبول، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماء لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله تعليق يا رب. صلى الله عليه وسلم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صلي على سيدنا النبي. تعليق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر سيدنا اللي جابك هنا واعي وودن نظيفة وسميع تقيل لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن بسم الله الرحمن الرحيم طه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا اسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. طه.
وسلم. إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله افتح عليه عليك يا علم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. صل على سيدنا النبي. النبي صلوا عليه. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. طه الله صلى الله عليه وسلم. ما إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما
تعليك يا سيد. خلي بالك يا سيدنا، البلد دي بلد سميعة. على رأسي كده أنا سهل. هو أستاذ. وأنت أستاذ. الله يا سيدي. أنا تكبر منه ويك. صلي على حضرة النبي. أيوة صلي مبارك عليه. طب أعمل إيه؟ سامعين الصوت. لا مفيش هنا تصديق. أطية واحدة؟ أيوة لسه. لا الأهلية كلها أنا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. الله عليك يا شعشان. تاني يا دكتور. الله عليك يا دكتور. تاني والله. الله أكبر. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. لنا الشرف والله. ننطول احنا لنا الشرف طبعا. وانت صلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله يا سلام. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم فلما أتى نودي يا موسى
الله اكبر. نعم يا حسين، صوره بس بترسم صوره انت والله. ما ترسم صوره انت كبر. صلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم على النبي. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع يا دكتور. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأصوات أفضل؟ قال قارئا إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. نسأل الله ذلك. وأشهد الله عز وجل أنك قارئ تخشى الله عز وجل. إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع 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 لما يوحى. فاستمع لما يوحى. إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الله أكبر. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. اذكر الله. الله أكبر. فلما أنا ربك فاعبدني.
إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى عليك سيد الله. وأنا اخترتك فاستمع لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما تلك بيمينك كمان يا اخي بالله عليك ما تحلمنا يا دكتور والله دكتور. وما تلك بيمينك؟